ما دلنا قف قف ما دلنا قف كان هوب كان كسينا يو دقالان كسينا يو مشارك كان كسينا يو دلنا مي أسيء بنتلان وين أوجات الصومالي إني متهي عيدنا وض حي حي توبرنيس إمارات كتوبرنيسا عيدن كي توبرني لا توبك إني كيسنيسا عيدن كاسمي إمارات كأمريكا قادنا بس دولت كدولت صومال أمريكا قادنا يا وده بده قاعد ده نهض وحكي كده حركان صومالي أو فرق بنت ده أو جوان أو معناه يكون ترولي كلام إمارات كاكميدة ولا لو هرت سؤال شد ويدي سابق الضمبا سؤال خلط دي ويديني سؤال أني الصومالية حسن شيقي دولة دي سكمة سهور جيدي بولوسي ساندلي أندالي لا بولوسي قفك إيو معارض مدوى يكلا دوانت حسن معارضكم يعني حسن حزب معارض مدح كمي دولة الصومالية معارضكم إيه شعب الصومالية معارضكم إيه أني وحانا نسك أنا اللي استانا هاي بولوسي ساب مركان أركان دليلكو أركان دالي لا تحسات إن الفهم تنو بها نه. مدة لبعض وحويان إن حسن مدسر ذو جوا مدة كا إن expectation كلا جلها ودست صوماليات رنتي ميهرين. مركا هدا نفس تحسنا كلا ودي من. أدو مركا استبقى بنا إياه ولا نقول. لكن مركو هو رئيسي وحكم كقبطي إفاله لقفي لا يمدعين. يعني سجن دقارك وبربوري سده يعني أنت corruption كل وقت تقل الصي. سيدي يعني مرتي شيخ محوا ايكونوميك اكسبرت كوميتي وكتقصي دوشري اندبندنتي وكتقصي مركا حسن ترين بو ودا ماشي كو سودنا ان لغرانين هلكو كو هلكو كو هلكو هلكو كو سود ترين غاسي الا ديدو كسون مره ان انفورشنلي وحا يروح لا دغ فورشنلي سو فورشنلي كو تاغير اني اد او تاغير وليبا ادن اد يادن او تاغير وحا ويان دغالكو كولو جرو ودنكا كولو جرو ما كلي دا خوارجت اما يعني ان ما كلي دا شيخ شبابك أدبنا وقطاوير وكفر حي مركويري وانلد دجال مايا أدبنا وكفر حي لكن أنفوشين اللي دجال كي استجاو كم جولي سنين محايا لي هذا أيضا ديسمبر لوجو تجي أيضا كدنا ودسنا أيضا كي ما أنا غرغريو يهرمات ودسنا يقاشا أو حيا جها يعني وحوي يعني وحياة مهر الطوري جاي يعني سكارا جوهر ينتو دعيس مارتيو هي حمرا نجاركم ري وحاس كشكل عس كهلا بدهينا لي ما استراتيجي ما كانوا كوجي بنكر لي ماذا؟ أنا كنت تاجرني. استراتيجي الصح ولا ما كانوا كنت تاجر كانوا كوي ماذا؟ مع وسلي وهو بيجي. مع وسلي وحلي مدينة جنجويد وكل واحد. ما أنت جنجويد ما حايست. مع وسلي جنجويد هاي كل دوين. وضبنا وحدت كان لوي قرب بروميليشيا قف متل اللي هي. نبكى أبو رينا كوين فائدة لجيه ليه. مثال أنا كوسو قاضي. لو ده أنا مثال كوسو قاضي. مثال كوسو السودان. السودان لمن كان هدا ومعناها جنجويد كها هدا لبحي الرابنس يعني السافي ستريب سبود لبحي يعني يكون هدا حميتي وقامين ايو مركو رمحي ايه بحي لده قال من جنجويد بلده قال ميين جنجويد لده قال ميين وقود ضبيت محي سميين ايضاني نغضين والا طبري مرتيني هلا طبري يعني وقود ضبين محي سميين سودان يبربرني هدا ودك السودان الأورنج ايه هدا بربرني سيملا كيس ذاك دعوة دنك العراق حلي قال ده قال ما يعيشس عيسس مركل الله دري لي وحلو بشيعة له بيه شيعي عيسس ويجبسي لمنك على القاعدة ويجبيه لكن ما أنت أي قد دولة دي العراق كحق بدن وما أنت داس مو سترونج ده العراق جفمنت دولة العراق هي كحق بدن هوب كي اللي قريق لايه دولة دي اللي جود لايه دولة دي كحق بتن لماذا ريموت تصالح كون نقطان يعني شعب برو ميليشيا جيفمنت تاريخه ما فينا تاريخ فعن مقبان هل بهل لباتت هل لباتت ابو ريسا تحلنيسا لباتي كوين ابو ريسا محاي مرك محاي كل دوي مرك محاي كو صبح ان منك الايراد اي شيخ محو هاين ان منك اوردان اسلاميته بسن سوماليا مرك وريس محاي كو صبح وحاي كو صبح عدد رئيس كو سمينيان شعب العيس اي كو صبحين صبحين الا ان شعبك دتك قبائلها اسلايناي قبائلها اسدريناي يعني وحيدان انغا ايدولوجي ودا داب قبيله كوينها وكوين قبائل الدريناي اي دبت كديان تو سام اكستنت حتى وحي ارنت كو نقطه 1990 كو نقطه مركه 91 كو نقطه ومعنى قبائلها هدف بسو قادنايه كواد بري سوق سيسيت كو كلا اي اسكو سورجيده كو لاين دونان ايغا دولده كو حكم بنان دونو ما حد مركه ابورتي مركه وحا ما انت كفايد محيته برمليشي جفمنت واحد كفايد سمره
marka sadarta ciidankii lagu wareejiyay xoog badan halkuu ku dambeeyay darab waxa yani waxa weeyaan qoloyinka qawaarijta warbi ku qaadeen dad badan ay ka laayeen artisla kal badan laga laayay fiiri imka laay gorgor ciidankii october ayaa weey kulli yani war badan ku qaayay xubabay xataa ka bilay lagaysteen nimanka qawaarijta yani nimanka darab awe haaf kubid oo hubaa laga bilaysteen hubka maanta ku dagaalamay inta keen qawaarijta ciidanka military Soomaaliya iskala marka wuxuu qabtay marka maxay tahay marka arimaha samacadiin cadeeyma ma lahaaya social media ka batay ba cadeynto ban baadaha taa fiirin ka fiirin kartaa waa wax balaan iska yeelay waxa social media ay soo gudbiyay warkiisa marka madaxweynaha wuxuu leeyahay madaxweynaha leeyahay strategy fiican oo meelkan kula dayray la yimaado ciidanka wadanka ha xoojiyo ciidanka qaranka wadanka ha xoojiyo marka uu xoojiyo kaba hala diriro kadib aan ku taageernay tanka iyo arimaha maanta ee kaadi wali waaye hadda muxuu madaxweynaha muxuu sameeyay ciidana waxay tababaraysaa imaaraadka tababaraysaa ciidanka ay tababaraan ilaa 10 kan ay keysanaysaa ciidankaas ma imaaraadka amarka qaadanaya mas dawladda dawladda Soomaaliya amarka qaadanaya imaaraadka qalabaynaysa imaaraadka hubaynaysa imaaraadka mushaar siinaysa oo sheegay yani sida uu sheegay la taliyay xagga amniga wadanka Soomaaliya Xuseen Xuseen macallimaad interview ka keysan ka dhigaystay mar interview laga qaaday haddii hadlan ka dhigaystay ayaga qalabaynaa wiil ayaga mushaar siinay ayaga mush ayaga marti yani tababaraya war nin adiga ciidan adiga aad tababaratay oo adiga wadan adiga aad tababartay adiga adiga wasaaradda gaashaaniga hoos imaaneynin fiiri madaxweyne Xasan isaga ayaa Turkiga la soo galay heshiiskan isaga ayaa Turkiga u tagay oo Turkiga u tababaray ciidan Soomaali oo tayo leh oo qalabaysan oo wasaaradda gaashaaniga hoos imaanaya sax ciidankan kale hadda soo wada tababaraysa nimanka Imaaraadka tababaraysa ee barla ee barla macna fooska yani waxa weeyaan waxba ka badan mid kan xameeyti u haysta waxba kuma duwana marka dambana kuwan ay baabinayaan wadankana waxa lagu xukumay Dubai Abu Dhabi lagu xukumay doonaa wax marka faraha u galaa marka balaha wasaaradda gaashaaniga ciidanka ma hoosimaanayaan ciidankan waa ciidan markii la fiiriyo heshiiska la galay Imaaraadka markii la fiiriyo literally waxa weeyaan wuxuu dhiibayaa yani waxa weey xurimada wadanka iyo nimkaasi cirka dhulka iyo badda ka imaanayaan cid waxay ba keenay kartaa xataa gobolka in dhibaato ku keenaan gobolka daynta iyo gobolka maxay daruuraha si wata ciidankan ciidan daruuraha si wataan hubay wataan wadan afrikaan amarka ma qaataan wadan carabiga amarka qaataan kenya halis galeysa etiopia halis galeysa djibouti halis galeysa eritrea halis galeysa afrikaan ka halis galaba afrikaan group halis galaya marka ciidankan oo macnaha yani la toobaray wadanka laga joojiyay wadankan turkiga ayuu heshiis la soo galay madaxweyne Xasan heshiis la soo galay turkiga arintaas turkiga xoojiyay wasaaradda gaashaaniga la xoojiyay ciidankan ay turkiga toobaray lagu jibiyay nimanka la ilaahay sheeg muxuu ahaa qawaarijta lagu jibiyay waa the best option way waa sida sax asaas way laakiin hadii aad macnaha wadanka soo tagay ciidanka ku toobara oo taadi lacag uma haya adiga qalabay adiga si mushaar si adiga wax si way intaas oo malaayiin ay imaraad ku gelayaan waa intaas ciidan u toobarayaan waa intaas oo ciidana macnaha waxa weeyaan ay hub mushaar u siirayaan ayaga danahooda ma firsaraamiya danahooda kuma jirto madalana qofka madalana qofkan hubka ku siinayo dhaqaalaha ku siinayo mushaarka ku siinayo dalaan miya asay danu leeyahay dantu leeyahay inuu adigu control rabo wax kale ma inuu adigu controlo in adiga macnaha yani waxa weeyaan yani uu ku hantu rabaa in adiga macnaha aad awood yeelan buu rabaa in awood asagu weerugu rabaa in xeebaha Soomaaliya control rabaa in badaha Soomaaliya gacanta ku dhigo rabaa in degadaha Soomaaliya gacanta ku dhigo rabaa in Soomaaliya weliga isna ciidan yeelan rabaa oo weliga isna hal qaadan buu rabaa marka bacad ugaaday waxaad kala garigaysaa gacalkaada kala garawaysaa adiga yani fiiri wadamada qaaran kaga shakiraa dheer wadamada qaar danahoodu waxay ka dhaxarkaan Soomaaliya oo fragmented ah oo go'go'an oo macnaha ay kontrooli karaan imaaraadka kamid ah wadamada qaar oo Soomaaliya ka arkaan Soomaaliya oo xoog leh oo stable ah Turkiga kamid ah marka adiga waa inaad yeelato marka foreign policy saxa yaa gacal ku ayaan nacab ku ah waa inaad kala ogaato loo baahan yahay laakiin baaral ciidan 10,000 oo ciidan ah aan tababaranaya ima weydiin karta badda dhulka ciidan ka soo galaya saliga military samaysanaya ilmaheen yar yar anaga ayaan ku laayna ku qabsanaya waa mid hadii Suudaan ka socoto waa ugu dambeyn waxa weeye Soomaaliya burburinayaan kuwa ugu dambeyn Soomaaliya burburinayaan marka madaxweynaha waxa loo baahan yahay marka inuu yiraahdo anaga yani tiirka weyn ku tirsana waxa weeye Imaaraadka tiirka weyn ku tirsana asagoo maamay uu kelim saddex iskaleeyay madaxweyne Xasan arintaa ka noqdo hadday tala la gudboon tahay maanta maalin ahayn warkigan uu ogaan doonaa madaxweyne Xasan ha ka fikiro mustaqbalka dadkiisa madaxweyne Xasan ha ka fikiro mustaqbalka umadiisa
مدحين حسن كيف كيرا مستقبل كجبل كيف كيرا محايل أمن الدراء كدرت الصومالية وحي كوبايسا جبل كناي كوبايسا كينيا بربرونيسا إثيوبيا بربرونيسا جيبوتي بربرونيسا إريتريا بربرونيسا السودان بربرونيسا واحد كسر الصومالية اكزاكتلي وكوبيكات واحد كسر السودان كسر دواي واحد السودان كسر ما شان كسر ده مدحين حسن كنت أفرج جروب حي أو يصير السيرة لي يعني ما قرنا مطر الناري لكن أدبوا بحد بدو هذه بروفيسور حسن بروفيسور عبد السعيد مطر ويعيري ورهبا بحا بحبا بحوير هبا بحا لكن وحفق فعلا فحفق أنا ذي رمسو ما ذي سوق بتي ودك حسن تجي شيس كسر على سوق بتي وحنا سوق بتي وحنا نوضع إلى هذا لقمة هاي شيس وقليا ودب بدي بدو هذه يا دت كي برباكم مصاب بندقاي شعبكم مصاب بندقاي شعبكم مرا وحنا سوق بتي مرا هاي مركز ننكي واسك صعدة نسك صعدة واي مركز ترين بوضع ترين كان ماشوا كوه كوه صندوق أنا ما قرناي ماشوا كوه قد دونه والترين كان كوه كوه يربط دوني ما قاني لكن بدعين حسن هالسنة هدو على سواركي سدح سنة أهرتي سدح سنة أهرتي هذا بقبته وح أنكو تاجيري كرنه وانقرب ونقوم كرنه ومعنا السجى معنا يعني أن أن هيرو قدي كرنا هلاي ما ذو لقيس هكذا تجا تضغط نجروا سبنتي سوجرا تضغط نجروا وح دوني من ملاها لقيس هكذا تجا هل نقد سيدنا هذا المحمدي نكلا يعني أردواني يعني جر رجب أردواني نكلا ليواني رجع سار هكو كبيره اللي جسوا بده هو قطعه وح معنا مره وح أدوين أدوين معنا مره مدعوين حسن رونات مكان كوش يجو حتى ضد بدون أستاذ التاجر يجري حلي يدروش يدي سامان تكسر جيدا وامان حقيقة دي سار كي مركو حلو باين وقبيش حلو باين مارتين جندر ليه ماذا حلو باين فيشن ليه ماذا وحلو باين عذو كيس قال كيس قال كيس نعب كيس قال قرتلو باين إنه إذا مرات هو كتير سنة نجا إمارات ما يكون قمنا يا راح يكون قمنا معيت دان تودي وطاني ها وشيدا راح يحارب ذك هذا ذي قبسنا يان هذا يا هوريك خب مسن رسي كوا ذك سنة يان صوت ما حد كفاية ده مرك ما حد كفاية دي شك نك يو سعي شو كده مسافر سوالفه وبحينه أنا ما كنت حدود تعد عبد الله ما أنا جاي وده مدة الصومالية رمضان كيو صورة في عصمت أد لوج برتين خرافة يكل عن رمضان كان كمدي عن اللي هي لما ده سوى دجيرة وشقينا يا وحا حب يشي صراحة هلا يعني يقولي إن الكور تجاني طبيعي أنا دريت كيل دريت تاس كبر هذه تاس إرنتاي والو ما أنا يا وحير وحير وناقي السميان حمان تسكن لشيء ما وداتك مدعينها حمان تسكن لشيء ما وحير وناقي السميان والو ما أنا يا هذه تاس إذا بتاعي وإن وأهن أمان مدن واي مدعينا لو تاجيره لو أمانه إن أمان هذا أمان بمدن تاعي إن لو أمانه واي إن لو قرب استاجه واي وصح هذه هرت ورك الشيء صحيح مركب حياة لي أنا واحد دوني مدعينا واحد كرم حياته كلي إنه ودن خروج سي وحكى الله قرر قمرها ودمنا الجيران كنا بدو كلنا ولا هذا ودمنا الجيران كنا ونبت كلنا ولا هذا إسا ودن الصومالي أوديسه لقيس وكتاج مدر من تاسو ويان وحما وحكى لهم كدوني نمرها مركب هدي وأمني وسوقي رمضان كسوقي ووذا الشقين في يعني كده حيس إذا ماذا أبني جاي إذا وحوي هاي إذا أمني جا أي وذا الشقين كده حيسه وأهلنا أتوا في عن هل كاكوت حد الخلاف ولا حد دولة ده حيو بكلان وهاي دي هرب دولة فدرال كيو حيا عندي في جبلان يعني سات جبلان إمام دولة ده كلا دولة جزيلية بكلان أيها سلوكسن قاب كده دولة فدرال كيو وشقين سوما ولا ما عمل يسوم وذا هذا لا يا وحلاه في السهري خارك مدا ما مقول ده لا بنتلان بنتلان وين أوجدت الصومالي إني متى بنتلان وين أمرك قالت مدحين حس الشيخ محمود إن مدحين حس الشيخ محمود مدحينها شرعية ودن قوي ودن كأسرع حكومه وإني معناه وحوي أنا يكون احتراما يكون حقليان مدحينها إنه مدحين وقرن قوية إني اللي لفريستان ودن كمسير كيس يمستقبل كذا كذا الله يكون قصبيين مركز تاني مدحينه كاستيقظ العان معها تامد ويان حسن مدان ليه بدعين حسن استمدان ليه بنت لان هديسا قبنه دورش عود يقف محمود ديسا ده قبته مثال دورش عود كسور جدا دو سعود دو دورش عود يقف ما كسور جدا دي مدعين مدعين حسنو هدي قبن ايان دورش ديمقراطيه قبن ايان ود دد كاسا قبتان وان واب ستيب فورد محمود ديدادي ود هيا كو قوتا كو علادين مدايده ان لو علادي ما بنت لان ارين فيعنان بدن واي ان دد دورتا قفكا ايغا ربا حلو جديد يا حلو قرتاجين ها حديث محمد سعيد عبد الله دير اي راي دورتان او معناه وشبان واتس ا بروبلم انتك اي دورتو ما خبيتان شعب فراوقات لكن بنتلان وحوايه يين النقين النقون العقبات اما قدح كنت تاغ مدحين كستو سوماليين يس نقونين عيب بو رنت انت ايده مدحين حسن ومدحين الشرعيه ودن كجرا
وين معنا وحوي أي رنتي أي يعني كل احترامان كرسي جاس وين كل احترامان معنا وحوي مقام كله كل احترامان اللي بهاي سوماليا كلام بارضها سوماليا وحرب وحوي ودن بربوري أرسوك هنا يواي وين الاستحقية وين كبر ما يسوع دعاء وين معنا وحوي يعني دتك معنا يعني الله ولا ليه وين معنا وحوي يعني دتك يسوتنا الزلان وين معنا وسوماليا لماذا لم يجيوا يعني تاسع إجا نقولت لله